كتاب الله أعظم ما عمرت به الأوقات واشتغلت به الهمم، فكتاب الله هو دستور الأمة ومصدر تشريعها الأول، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كتاب الهداية والصلاح والتوفيق والنجاح، ولا فلاح للأمة إلا بالتمسك به، ولا خروج لها من أدوائها وعللها إلا بالسير على نهجه، فهو كتاب يدعو إلى العدل والإحسان والتعاون والوئام. لغيرك ما مدى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. واو فتحة ولام فتحة لا ولا سين فتحة سا ولا سا. واو سكون سو ولا سو فا فتحة فا ولا سوف يا رمايو عين سكون يع طا كسرتي يعطي كاف فتحك يعطيك ولا سوف يعطيك راء فتح راء باء شد ضم ربك فتحك ربك ولا سوف يعطيك ربك فاء فتح فا تاء فتحة فتا راء سكون تر فتر ضاء فتحة مد ضاء فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم نيرة عبدالله العدواني من مركز زبن يوسف الزبن، الذي يخدم فئة كبيرة من حافظات القرآن. وإحنا أهدافنا في الحفظ القرآن تيسير الحفظ للحافظات من 6 سنوات إلى 23 سنة، ونشر خدمة كتاب الله بين المؤسسات الدولة المختلفة من خلال الشركات الخارجية. وعندنا تعليم مبادئ اللغة العربية التي تفيد في القرآن الكريم. تعريف بمراكز القرآن، عندنا حلقات نظامية وحلقة سند تابعة لابن الجزري، وحفظ المصحف كاملا، دورات خارجية ودورات تجويد، وعندنا دورة اسمها تعاهدوا لمراجعة القرآن للخاتمات، بعد ما يختمون يجون عندنا نراجع لهم، واسمها دورة تعاهدوا. وعندنا برنامج سباق الخاتمات، هذا يتنافسون فيه الخاتمات اللي قربوا يختمون، يعني ما اختموا لحد الحين، ياخذون أكثر من 3 أجزاء. وعندنا مبادئ اللغة العربية، فهي يبدأون بالأحرف على 4 دورات. بعدين عندنا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، عندنا المنتسبات لهذه الدورة 300 حافظة، وعدد المحفظات يتراوح ما بين 18 محفظة. بفضل الله تعالى الإقبال على المركز واضح وملحوظ بشكل ممتاز، فلله الحمد والمنة، والحلقات بازدياد كبير، حيث أن المركز يشمل على 13 حلقة تحوي جميع الأعمار، فإن دل على هذا الشيء يدل على حرص أولياء الأمور على دخول بناتهن في سباق مع الزمن، يحفظنا ويختمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. كما تحرص إدارة مركز على تنوع الأنشطة على مدى العام والتي تتناسب مع الأعمار الحافظات، فتشمل المحاضرات والدورات والرحلات، والأهم من هذا ذلك الأنشطة الأسبوعية لغرس مفاهيم القيم الإسلامية وتأصيلها في نفوس الحافظات. وممكن يكون جزء من الآباء لهم فضل كبير على أبنائهم في إتمام حفظ القرآن الكريم وغرسه في قلوبهم. وساعات يكون على فطرة من الطفل نفسه أو البنت نفسها، ويسعى ذلك إلى حفظه بنفسه دون تشجيع من أولياء أموره. أوجه كلمة لكل من عمل في هذه الإدارة والذين لديهم أيادي بيضاء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن من كرم الله تعالى أن ثواب الخير يعم الفاعل والمساعد والمساند والدال عليه، ومنه نتقدم بالشكر الجزيل لمن كان سندا ودعما لهذا الخير، ابتداء من صاحب السمو أمير بلاد دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد،
وإدارة شؤون القرآن الكريم متمثلة بمديرها يوسف بغيث، والشكر موصول لمراقبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بنات خلود محمد الدهيشي، كما أن المتبرع زبن يوسف الزبن له النصيب الأكبر بالشكر والدعاء جعله الله في ميزان أعماله. كما أني أدعو جميع المتبرعين لهذه الأرض الطيبة لعمل مثل هذا المشروع الذي ينال من ورائه جزاء كبيرا عند الله سبحانه إلى يوم القيامة. فإن الهدي النبوي خير هدى، خير هدي من عمل به وتمسك بحبله ومشى في دربه واتبع خطواته نال خيرا كثيرا وربح ربحا عظيما. ولم لا، وهو هدي من هدي من لا ينطق عن الهوى، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في بناء الأمة والوطن والفرد قوله: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا عامرة بالقرآن الكريم بنوره وهديه آمنة مطمئنة. والحمد لله والصلاة على رسولنا الكريم. بسم الله، أنا اسمي نوف مطيري وخاتمة القرآن، والحين داشة حلقة تعاهدوا لمراجعة القرآن الكريم، والحين أبي أسمع من آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محفظة من محفظات زبن يوسف الزبن، اسمي زينب شريف جبر. عندنا بنات تبارك الرحمن وتميزات وخاتمات. حلقاتنا تميزت الدورة هذه في 11 خاتمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هني سبحان الله حافظ القرآن ميزه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلمه بالخيرية بالأفضلية. لذلك سبحان الله رفع الله سبحانه وتعالى حافظ القرآن ومحفظه فجعله من أهله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله من هم فيهم؟ قال: هم أهل الله وخاصته سبحان الله. لذلك تتميز حلقاتنا ودراسة القرآن الكريم طبعا بتلاوة بداية، ثم إعطاء القيمة التربوية وإعطاء التجويد، ومن ثم التصحيح، وهذه ركيزة أساسية لتحفيظ القرآن الكريم وتخريج دفعة قوية مشجعة لحفظ القرآن الكريم. وهذه ميزة لهذا البلد الطيب منذ الأزل سبحان الله. لذلك تميزت هذا البلد سبحان الله بهذا الفئة الطيبة من حافظاتنا ومن حفظة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سارة نوري، حافظة تقريبا 22 جزء من القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم نتكلم عن مخارج الحروف. طبعا هي 5 مخارج. أولا نبدأ بالجوف، وهو يحتوي على مخرج واحد. الحلق 3 مخارج. اللسان 10 مخارج له. الشفتان مخرجين. والخيشوم أخيرا له مخرج واحد. هذه طبعا تكلمنا عن المخارج عامة. وظيفة المخارج طبعا هي توضيح الحروف. مثلا الجوف الحروف المادية عامة: الألف المادية، الواو المادية، الياء المادية. الحلق هي الهمز والهاء، العين والحاء، والغين والخاء. مثلا الحاقة، الحاء تخرج من وسط الحلق.
طيب اللسان مثلا الضاد، في كلمة ولا الضالين، الضاد يخرج من بين حافتي اللسان أو إحداهما، طبعا خروج مع حافة الأضراس العليا، وخروجه من حافة اليسرى أيسر في النطق. زين الشفتان تخرج منها الميم والباء، مثلا الميم ثم. الخيشوم تخرج منها الغنة، غنة النون تخرج من الخيشوم، مثل إن. القرآن الكريم هو كلام الله العظيم وصراطه المستقيم، وهو أساس رسالة التوحيد وحجة الرسول صلى الله عليه وسلم الدافعة وآياته الكبرى، وهو المصدر القويم للتشريع ومنهل الحكمة والهداية، وهو الرحمة المسداة للناس والنور المبين للأمة والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها هالك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مريم الكندري، حافظة من القرآن 27 جزء وباقي لي 5 أحزاب وأختم إن شاء الله، وراح أسمعكم ما أحفظ من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المشرفة الفنية لمركز زبن يوسف الزبن إيمان نوح رياض نوح. طبعا أحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أكرمنا الله بها في تحفيظ وخدمة كتاب الله عز وجل. نشكر وزارة الأوقاف على سعيها الدائم لنشر كتاب الله عز وجل في جميع مناطق الكويت، تهيئ لهم البيئة المناسبة
تقوم على تنشئة اجيال حافظة لكتاب الله، ونحلم دائما لان يكون في كل بيت حافظ او حافظة لكتاب الله عز وجل. طبعا الوزارة جزاها الله خيرا، ومراقبة حلقات البنات لديها برامج متعددة لنشر حلقات القرآن الكريم، منها برامج اونلاين، حلقات اونلاين على اساس انها تحفز الطالبات خارج دولة الكويت ايضا. بالنسبة للحافظات التي التحقنا خارج البلاد لديهن حلقات اونلاين، لدينا ايضا برامج ومسابقات عدة، منها مسابقة الاتقان لحفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم. لديها ايضا تشارك الوزارة في مع جهات متعددة، منها مسابقة الخرافي ومسابقة الأمير لتحفيز الطالبات وفق منهج معين، ولديها أيضا تشجيع ومكافآت مادية لكل حزب تحصل تختبر فيه الطالبة، لديها مكافأة مالية، وعند ختمها لكتاب الله عز وجل مكافأة مادية كبيرة من الوزارة. نأمل من الله عز وجل أن ينتشر وهذا الخير، وأن يعم هذا الخير في جميع مناطق الكويت، حيث أن الوزارة لها خطة بأن تفتح بكل سنة على الأقل 5 مراكز، وإن شاء الله رب العالمين يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إيمان المطيري، أحفظ الحمد لله حافظة 21 جزء، والحين راح نمشي في منهج التلاوة عشان نطبق أحكام التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. و لا لا سو سوف ف يعطي ك ربك ف ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ولية أمر والدة الحافظة نوف المطيري. بداية أنا وجهت بناتي لمراكز التحفيظ، والحمد لله هذا يعني خير ربي ساق لهم، والحين نوف يعني ما شاء الله تحفظ أجزاء من القرآن، وبناتي الثانيين بعد نفس الشيء. فأنصح أنا كل أم أنها توجه بناتها لحلقات التحفيظ اللي فيها خير كثير، فيها خدمة الإسلام والمسلمين. بعدين يعني حلقات التحفيظ انا يعني شفت ما شاء الله يعني مردودها على بناتي، ويعني نظمت وقتهم، صار ما شاء الله يعني عندهم الصحبه الصالحه لقوها في المركز، نظمت حياتهم الدراسيه، فيعني خير هذا من رب العالمين وساق لهم. فاتمنى يعني كل وحده يعني انها توجه بناتها لحلقات التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي ساره محمد، حفظت 3 جزء من القران الكريم، والحين ابغى اقرا عليكم سوره الاعراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.